مباراة طبعا صعبة، بس احنا كنا عاملين حسابها كويس جدا، واحنا بنلعب تاني الدوري السنة اللي فاتت، فهي مباراة تقيلة، والحمد لله احنا كنا قد المسؤولية، والفرقة كلها كانت مركزة ان احنا ناخد التلاتة بونت دول. الروح اهم حاجة، الروح، وهم كانوا مركزين كل بونت وكل جيم، فهي التركيز والروح كانت حاجة مهمة جدا يعني. والله احنا الحمد لله يعني انت عارف ماتشات الثمانية دي بتبقى صعبة، وكل يوم ماتش، فالحمل بيبقى عالي جدا، فالحمد لله احنا كنا موافقين النهاردة من امبارح يعني مستعدين للماتش بتاع الاتحاد، عشان ده من ماتش التارجت اللي احنا من الماتشات اللي احنا بنلعب عليها، فالحمد لله ربنا وفقنا، يعني احنا بنسعى ان احنا نخش اول اربعة عشان نرتاح بعد كده، فالحمد لله دي من الماتشات اللي احنا بنلعب عليها، والحمد لله ربنا وفقنا. والله هو يعني كابتن مؤمن لم الفرقة، وبعد خسارة ماتش سموحة لم الفرقة ورجع الروح تاني للفرقة، ودي من كانت اهم عوامل الفوز النهارده، يعني اللي هو اللي احنا يعني نستعيد الثقه في نفسنا تاني بعد ماتش سموحه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا ماتش 3-0 ماتش الاتحاد. والله الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله النهارده، احنا مخلصين 3 ماتشات ما كانش معانا التوفيق فيهم، بس الحمد لله اللعيبه النهارده كانت رجاله وقدرت ان هي ترجع تاني وتثبت ان هي تقدر تلعب قدام اي فرقه وتكسب اي فرقه الحمد لله. والله الكابتن كان قايل لنا ان اهم حاجه الروح، وان احنا نبقى كلنا ايد واحده، ان احنا نبقى مركزين ان احنا قد اي فرقه ونقدر نغلب اي فرقه، وده اللي الحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نشوفه. يعني كل الفرق السنه دي احسن من السنه اللي فاتت، وكل الفرق واغلب الفرق جايبه محترفين كويسين، فدي طبعا حاجه هتعلي الدوري اكتر، وربنا يكرم ان شاء الله.